السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكندوسي نجم الجزائر، النجم الجزائري اللي لعب السنة اللي فاتت في نص الموسم في يناير النادي الأهلي ضمه وكان متواجد، وكان متواجد أساسي في النهائيات كأس مصر والسوبر ولا بصراحة كان عامل إنجاز، ولكن حظه مع النادي الأهلي. النادي الأهلي احنا عندنا في الدوري المصري الأجانب 5، فالنادي الاهلي جاب رضا سليم ومعاه علي معلول ادي 2 وديانج 3 وبرسيتاو كان متالق السنه اللي فاتت بصراحه ادي 4. فهم قالوا هنمشي لاعب علشان عايزين مهاجم اجنبي، جابوا واحد من فرنسا انا شايف انه سيء جدا، وديانج اقل من الكندوسي بكتير. انا ما بعرفش اجامل يعني، بس والله يعني الكندوسي النادي الاهلي خسره وحصل ان هو بيتعامل كاجنبي، فانما هو افضل من ناس كتيرة جدا مصريين بيلعبوا في النادي الاهلي في وسط الملعب، هو افضل منهم كتير. طيب دليل على كلامي ايه؟ وانا قلت كده بعد ما النادي الاهلي اعاره لسيراميكا كليوباترا في الدوري، هو دلوقتي من هدافين الدوري مع سيراميكا كليوباترا. الماتش قبل التوقف في الماتش اللي فات سجل هدف، النهارده جاب جونين وعمل هدف لزمايله. يعني الشوط الاولاني على فكره الماتش لسه شغال، الشوط الاولاني سيراميكا كليوباترا كسبانه 4، كسبانه الداخليه 4، فريق عنيد بس سيراميكا في الشوط الاول. الكندوسي جاب جونين وصنع هدف كمان، يعني عامل 3 الاهداف لفرقته. الهدف الرابع للكندوسي يا جماعه احسن هدف في الدوري، انا وانا بتفرج كده شفته بيشوطها من بعيد في المقص. اكتبوا اهداف مباراه سيراميكا كليوباترا والداخليه دوري المصري، هتشوفوا الاهداف. كره شاطها من بعيد قوي في المقص، وانا بتفرج على الهدف الرابع كده كنت اول مره اشوفه، قلت ايه ده احسن هدف في الدوري. راح المعلق قال ايه، ياه ده احسن هدف الاسبوع ده واحسن هدف في الدوري، هدف جميل جدا. كندوسي لاعب كويس قوي قوي، اللاعب اللي هو المحور في وسط الملعب ده، ممكن في مباراة تطلب منه انه يبقى واقف في وسط الملعب، ممكن في مباراة تطلب منه التكملة. وسط الملعب دايما انت محتاج زي الكندوسي 1 و2 و3، لازم يبقى عندك عدد. فانا شايف ان هو اتظلم مع نادي الاهلي، بس مين عارف اهو ده خرج من نادي الاهلي ولسه الاسبوع الرابع والراجل جايب 3 اهداف ومن هدافين الدوري دلوقتي، هو دلوقتي متساوي تقريبا مع هدف الدوري ما شاء الله. يعني بحب اللاعب ده جدا وان شاء الله ياخد حقوقه وياخد حقه الفترة اللي جاية. شكرا.